خلال الحملة الانتخابية عام 2016 في الولايات المتحدة، اتهم دونالد ترامب منافسته الانتخابية هيلاري كلينتون والحكومة الأمريكية، وحملها مسؤولية إيجاد تنظيم داعش الإرهابي. لكن ترامب نفسه وبعد عامين من انتخابه كرئيس للولايات المتحدة أمر باغتيال رجل كان يعد العدو الأول لتنظيم داعش الإرهابي، الجنرال الشهيد قاسم سليماني. كان قد أشار ولعدة مرات إلى المساعدات والدعم الأمريكي لتنظيم داعش. من جانب آخر، نشرت العديد من وسائل الإعلام وعلى مدى هذه السنين أخبارا تتحدث عن الدعم المباشر الأمريكي لهذا التنظيم الإرهابي. ففي آذار مارس عام 2019 نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر مطلعة عراقية أخبارا تتحدث عن الدعم المباشر الأمريكي لهذا التنظيم. أيضا سبوتنيك كتبت نقلا عن مصادر مطلعة عراقية تقول بأن الحلف وبقيادة أمريكا وبمساعدة من الهليكوبترات والطائرات كانت تقدم الدعم والمساعدات المتمثلة بالمواد الغذائية والأدوية والسلاح جوا لمجموعة داعش الإرهابية المستقرة في محافظة الأنبار غربي العراق وكذلك على الحدود السورية. في نفس ذلك الوقت أي آذار مارس 2019 أعلن الناطق باسم منظمة بدر أن المجموعات الإرهابية لداعش قد تحصنوا في مناطق من محافظة الأنبار، وأن الهليكوبترات الأمريكية هي الوحيدة التي تقدم لهم الدعم اللوجستي والمساعدات لاستمرارهم في البقاء. راندر مول عضو الكونغرس الأمريكي خلال محادثة له مع شبكة CNN قائلا: كانت أمريكا وقطر والسعودية تقدم وتوصل سلاحا إلى مجموعات مسلحة مثل داعش والنصرة والقاعدة والمجموعات السنية المتطرفة في حربهم ضد الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا. في نيسان أبريل 2015 حول تقديم أمريكا المساعدات إلى تنظيم داعش مباشرة، قال حاكم الزاملي والذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي في تلك الفترة، قال: لدينا وثائق تثبت بالدليل القاطع والساعة والتاريخ أن التحالف الدولي قد أرسل مساعدات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، وذلك عن طريق الجو كالمواد الغذائية والأسلحة. في حزيران 2015 تحدث موقع وورلد نت ديلي عن مساعدات مالية وتسليحية مباشرة قدمتها أمريكا إلى عناصر تنظيم داعش، وكتبت تقول: المساعدات المالية والتجهيزات العسكرية الأمريكية الكبيرة إلى تنظيم داعش وخاصة في سوريا سببت إلى تعاظم قوة هذا التنظيم في المنطقة. يأتي كل هذا في حين تتبجح أمريكا بمحاربة هذا التنظيم منذ ظهوره في العراق وبشكل مستمر، محاربة أظهرت الأيام بالدليل القاطع ومن خلال التصرفات الأمريكية أنها مجرد غطاء لدعمها السري لكل الجرائم التي قام بها هذا التنظيم في سوريا والعراق.